مرحبا، صباح الخير عبد الله، صباح الخير سارة، صباح الخير لجميع مشاهدي قناة الإخبارية. الحمد لله على السلامة عبد الله، وإجازة سعيدة، نورت الشاشة اليوم. الله يسلم قلبك. الله يسعدك. طبعا نتواجد هنا في جمعية نور نجران النسائية، وبالتحديد في إحدى قاعات التأهيل والتدريب للمستفيدين من الجمعية، حيث أطلقت جمعية نور نجران مؤخرا عدة مبادرات، وأهم هذه المبادرات توفير عدد من العصا البيضاء للمكفوفين المستفيدين من الجمعية بالتعاون مع عين الكفيف. أيضا أطلقت مبادرة تم توفير فيها عدة أو عدد من البطاقات الطبية والصحية للمستفيدين من الجمعية. للحديث أكثر عن هذه المبادرات وأيضا مبادرات أخرى أطلقتها الجمعية مؤخرا، أستضيف معي الأستاذة ريزة حمد آل حمران المتحدثة باسم جمعية نور نجران. أستاذة ريزة، أولا رحب فيك معنا عبر شاشة قناة الإخبارية. ثانيا، بودنا أن تحدثينا عن مبادرة العصا البيضاء وبطاقات رعاية الطبية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أتقدم بخالص الشكر الجزيل لك أستاذ عبد الرحيم آل شيبان، وكذلك السادة المتابعين والزملاء في الاستديو. أما بالنسبة للعصاء البيضاء، فتم البدء في توزيع العصاء البيضاء للمكفوفين المستفيدين في الجمعية، والتي قدمها النادي الأدبي استكمالا لمبادرة عين كفيف، والتي كانت برعاية مؤسسة سليمان العليان الخيرية. أما بالنسبة لبطاقات الرعاية الصحية، فتم توزيعها على الأطفال المستفيدين في الجمعية للاستفادة من الخصومات الموجودة في المستشفيات المحددة، والتي كانت برعاية إذن هناك مبادرات أخرى أستاذة ريزة أطلقتها الجمعية مؤخرا، ما هي تلك المبادرات؟ هناك عدة مبادرات قامت بها الجمعية، من ضمنها مبادرة أبطال نور نجران، والتي قمنا بتوزيع عدة من الحقائب التي تتضمن عدة من الوسائل المهارية، وكذلك الحقائب الناطقة هناك عدة مبادرات قامت بها الجمعية، من ضمنها مبادرة أبطال نور نجران التي تم تفعيل فيها وتوزيع حقائب تحتوي على وسائل مهارية وكذلك على حقائب ناطقة، والتي كانت برعاية مؤسسة سليمان العليان الخيرية، وتوزيع أجهزة البخار للأطفال المستفيدين من الجمعية الذين لديهم الأولوية في الاستخدام، والتي كانت برعاية جمعية رفقاء، وكذلك توزيع العصاء البيضاء التي كانت برعاية النادي الأدبي التي قدمها الأستاذ سعيد آل مرضمة وماجد آل قارع، وكذلك اللي هي البطاقات الرعاية الصحية التي كانت برعاية أخصائي العلاج الطبيعي الأستاذ عبد الله اليامي، وكذلك كسوة شتاء التي سيتم إطلاقها قريبا بمشيئة الله، وكذلك تفعيل اليوم العالمي للإعاقة داخل المقر بمشاركة عدد من أطفال الجمعية، وكذلك خارج المقر في عدة من الأماكن العامة الموجودة في المنطقة، وكذلك عدد من المبادرات اليوم العالمي للتطوع. وأيضاً سيتم تفعيل المخيم الترفيهي للاستمرارية في تقديم عدد من المهارات في عدد من مجالات الحياة اليوم. جميل، ما هي المعايير التي تراعيها الجمعية في كسوة الشتاء؟ هناك عدة معايير تقوم الجمعية بمراعاتها عند توزيع كسوة شتاء للأطفال الذين لديهم حساسية من بعض أنواع وألوان الأقمشة، وكذلك هناك معايير صحية للأطفال الذين لديهم مشاكل جسدية وصحية. الجمعية أقامت مؤخراً ركن تعريفي في مهرجان هلا نجران لتعريف الزوار بالخدمات المقدمة من الجمعية لذوي الإعاقة، كيف ترون تفاعل الزوار مع هذه أو مع هذا الركن؟ أنه تم بحمد الله إطلاق ركن تعريفي في مهرجان هلا نجران المتواجد في منتزه أبرشاش، وكان هناك إقبال جيد جدا من الزوار، حيث تم تعريفهم بالخدمات والأنشطة التي تقوم بها الجمعية، ومن خلال ذلك توصلنا إلى عدد كبير من المستفيدين في المجتمع لذوي الإعاقة. شكرا أستاذة ريزة. شكرا جزيلا. إذن عبد الله وسارة، هذا كان حديث المتحدثة باسم جمعية نور نجران عن المبادرات التي أطلقتها الجمعية مؤخرا. نعود إليكم الآن في الاستوديو بالصوت والصورة.